بسيط راح يقدر يساعد بناء تطور هذا البلد. البلد من جرح هواي راح يطش خدام. إذا ما في عمل جماعي يكون في صعد التكافل الاجتماعي. الفقير يحل على الغني يحل على الفقير. ودماء ناس تثور دماء ناس تثور. واحنا مثل ما قال صفاء السراي وحق هو صفاء السراي ما حد يهم العراق. ايش تسوي الا تشوف حلوه بالحياه تذكر بيها تذكر بيها انت الانسان ما يقال بس طيب. والله المطالب هي واضحه ومعروفه للجميع. دم الشهداء هو اللي يمثلنا. اوكي دم الشهداء هو اللي يمثلنا. ولد والديك ولد امك اللي يصير بيها انت الوحيد يا رب والديك اقيدك معك اقيدك على الوجه ولد امي وجهي Yes, yes, yes.